طالما كنا نتحدث عن الصحة وما هو صحي، وجبة الفطور يجب أن تكون أهم وجبة في اليوم، ليس فقط من أجل صحة الجسم بل أيضا من أجل صحة العقل. هذا دراسة جديدة وجدت أن ما يتم تناوله على معدة فارغة يؤثر على حالتك المزاجية وعلى عقلك. طبعا من أفضل المنتجات للعقل في الصباح البذور واللوز والشوفان وماء الليمون والشاي الأخضر أيضا. إذا أردنا تفصيل هذه الخيارات، البذور تؤمن الفيتامينات واللوز يؤمن البروتين، أما الشوفان فهو مصدر الألياف التي تسهل الهضم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.